لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من مدينة بركان وبالضبط بالملعب البلدي، وبالتالي سنتابع اللقاء الذي سيجمع بعض لحظات ما بين فريق المغرب التطواني عن الجولة الخامسة ضد فريق نهضة بركان. مباراة بطبيعة الحال أكيد بأنها تشكل بالنسبة للطرفين فرصة من أجل تحقيق نتيجة. إذن على بركة الله أعطيت الانطلاقة لهد البحلي من خلال هذه اللحظات. قنطرة قصيرة خطيرة المحاولة والهدف، هدف مبكر بالنسبة لفريق نهضة بركان من خلال هذه اللحظات، وبالتالي ضربة رأسية في الدقائق الأولى تعطي الهدف الأول لفريق نهضة بركان. أول ركنية، أول هدف، جبريل واترا يسجل الهدف بطريقة جميلة، وبالتالي سنتابع هذه المحاولة وهذه الإعادة من خلال أخرى من جانب فريق المغرب التطواني الذي يسعى للعودة بسرعة في نتيجة هذه المباراة. حدود هذا اللحظة الهدف ضغط خلال اللحظات من جانب فريق المغرب التطواني، ولكن بعيدة بعيدة فريق نهضة بركان. الشرقي البحري خطيرة جدا، هذه المحاولة خطيرة جدا، هذه المحاولة الشرقي البحري تمريرة كانت ضعيفة، ولكن أعتقد كان هناك تسلل. كرة عالية ومحاولة كانت خطيرة، هذه الضربة الرأسية كانت خطيرة للاعب يوسف الهواري. نتابعوا الآن هذا الحلي ومحاولات الآن للحصول على تابع نتيجة إيجابية بالنسبة لفريق نهضة بركان أمام فريق المغرب. في وسط الميدان عن المرور والضربة رأسية والإبعاد من الحمياني، حاولات المرور لكن لم تكن ناجحة. اللاعب هذا إعادة الهدف الأول كان قبل لحظات، الخطأ اللي سقط على إيدي الفحلي. تمريرة ممتازة خطيرة، هذه المحاولة والهدف الثاني للشرقي البحري. الشرقي البحري يحيى الفيلالي لم يقوى على التصدي لهذه المحاولة في الوهلة الأولى، والهدف الثاني، الهدف الثاني لصالح فريق نهضة بركان. هدف جاء في توقيت جد مهم لفريق نهضة بركان. تابعوا كان اليوم يضغط بشكل كبير وكبير، ربع متابع دائما. تعود الآن مرة أخرى، يعني هدف كان صحيح، محاولة التسديد ولكن ضعيفة. يوسف الهواري كما قلت شنو غادي يعمل، تسديدة مباشرة دائما خطيرة. هذه المحاولة ارتطمت بالعارضة، ارتطمت بالعارضة. أنس مرمت كرة عالية، ضغط خلال لحظات البحث، كاين هناك خطأ بالفعل، كاين هناك خطأ لأن ضربة مقاسية كيكون عندها شروط على الأقل بأنه ما خصكش تكون حتى عن توغل. تسديدة ولكن ما كانتش مركزة بتاتا هذه التسديدة الأخيرة. الآن للتوغل يوسف الفحلي كيرفع الكرة مرة أخرى للفحلي، ولكن التغطية كانت جيدة، التغطية كانت جيدة من خلال هذه اللحظات. تعود إلى ركنية لفريق المغرب التطواني. بدأت المباراة التطواني ضغط خطير جدا، هذه محاولة، هذه كانت محاولة وضغط كان واضح لأبناء تطوان من خلال هذه اللحظات. وتعود مرة أخرى خطيرة جدا، لم تستغل بالشكل الصحيح، لم تستغل عن التوغل
ومحاولة من خلال لحظات لكن لا شيء دائما زيدان. فكرة كانت جيدة من خلال هذا المحاولة هدف. الحكم كيقول خطأ بالفعل. سعود تسديدة كانت قوية، كان نفس من نفس المكان لكن أخرى من جانب. كانت تسديدة قوية، كان بناء جيد بطبيعة الحال. نصفق للعبة الجميلة خط الوسط. خطيرة دي المحاولة، خطيرة جدا، خطيرة خطيرة خطيرة، والهدف. هدف لصالح فريق المغرب التطواني، هدف جاء بعد مجهود كبير وخرافي للاعب فريق المغرب التطواني الذي بذل مجهود كبير، يوسف العربدي الذي انطلق بالكرة. نتابع من خلال هذه المحاولة. كان هناك شاهد لاعب العربدي الذي وظف السرعة وتوغل بشكل جيد. نتابع العربدي. نعود مرة أخرى، خطيرة. هل هذه المباراة ستكون غريبة الأطوار؟ فريق المغرب التطواني كاد أن يسجل الهدف الثاني. دائما التهيئة، تسديدة. تابعوا الآن هذه المحاولة من جانب فريق. تسديدة وتدخل لحمياني من خلال هذه المحجدة على وري. هدف ثاني لمغرب أتلتيكو تطوان. قلت بأنه كل شيء ممكن ووارد. يا لها من كرة عجيبة وغريبة في ربع ساعة. الفريق نهضة بركان سجل هدفين لكن الأمور انقلبت رأسا على عقب لصالح فريق نهضة بركان. خطيرة. الفيلالي يتدخل بالفعل. الفيلالي يتدخل. اعتقد أنصار فريق نهضة بركان بأنه هدف ولكن هو خطأ لأنه الحارس. لكن الحكم يلغي الهدف بداية.